المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يا رب العالمين. قبل لحظات أيها الإخوة بحفظ من الله ورعايته ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، هو الشوط الرابع في سباق مسائي هذا اليوم الذي خصص أيضا للإذاعة البكار المهجنات. المسافة المقررة كما تعلمون هي 6 كيلومترات، ونسير إلى مقدمة الشوط وأرى بنت الباز. بنت الباز أيضا خذت المركز الأول مبكرا، تعود ملكية بنت الباز لناصر بن صالح بن حمد الغفراني المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وهنا مودة عبد الله بن أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الثالث أصبح من نصيب مهابة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي مع صعب المضمرين هنا المتواجد بكل قوة مع هذا الشعار المتميز. المركز الرابع شعار بن حمود وصل هنا على ظهر حربة حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. هذه الأربعة المراكز اللي انفردت مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عبر أيضا أبو ظبي الرياضية هنا الناقلة أيضا في هذه الأحداث الجميلة من هنا من عاصمة الميادين. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع أو المركز الخامس، هنا سحابة سلمان بن ناصر المغيري العتيبي. انتقلت إلى المركز الخامس والمركز السادس أصبح من نصيب محبة حي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي. والمركز السابع المركز السابع أصبح من نصيب مسيرة حمدان بن حميد بن هلال العسكري من سلطنة عمان. والمركز التاسع أصبح من نصيب اللي هي مصفوطة لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. والمركز العاشر أصبح من نصيب ذكرى لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ومن خلال هذه الأشواط التي أيضا تأتي في هذه الاحتفالية الكبيرة هنا في عاصمة الميادين، في عاصمة الميادين وفي عاصمة التراث الوثبة. حينما قال سمو الشيخ منصور بن زايد النيان حفظه الله ورعاه بأن الوثبة أيضا ستنتقل إلى عاصمة للتراث أيضا بدعم منهم حفظهم الله ورعاهم. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مهابة ومع شعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي هي اللي غيرت النتيجة وانطلقت إلى مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وهنا المركز الثاني أصبح من شعار أيضا حربة تأتي ثانيا أيها الإخوة، حربة تعود ملكية الحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. والمركز الثالث هنا اللي وصلت في هذه اللحظات مودة عبد الله بن أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الرابع أصبح من نصيب بنت الباز لناصر بن صالح بن حمد المري. والمركز الخامس أصبح من نصيب اللي هي شواهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. والمركز السادس أصبح من نصيب الياسية عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي. والمركز السابع أصبح من نصيب ذكرى لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز الثامن أصبح من نصيب مسيرة لحمدان بن حميد بن هلال العسكري. والمركز التاسع أصبح من نصيب مصفوطة لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. والمركز العاشر سحابة لسلمان بن ناصر العتيبي. هذه النتيجة وهذا ثاني ندأ لنا منذ بداية هذا الشوط. وهنا اليوم
الزعفران وأيضا الجوائز القيمة رصدت في هذا السباق في هذه الجائزة، ألا وهي جائزة زايد الكبرى ضمن مهرجان زايد التراثي هنا في عاصمة الميادين. مهابة مهابة مهابة، يا سلام يا سلام يا سلام. مهابة لا زالت مسيطرة على الموقف، مسيطرة على الناموس حتى هذه اللحظات مع صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. النقل التالي هنا الملاحقة من حربة، حربة تعود ملكية لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، أيضا لها دور بالمنافسة. وهناك من الجانب الآخر اللي تدخلت في هذه اللحظات اللي هي لسعيد بن مطر شواهين، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، أيضا من الجانب الآخر شعار مميز لصولات وجولات أيضا في عالم سباقات الهجن. هنا سلهودة منصور بن حماد بن سالم الاجتبي وصلت أيضا بدورها، انتقلت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الرابع أصبح من نصيب الياسية عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، والمركز الخامس من الجانب الآخر شعار الصمود وصل، شعار الصمود اللي هي الصمود المظفر بن محمد بن عضيلي العامري خذت المركز الرابع، المركز الخامس. هذه ضيفتنا العزيزة، نشوف اللي هي ذكرى سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى، وبنعود والعود أحمد إلى المركز الأول، بنعود إلى شعار بن مرخان لا زال مسيطر، ولكن حربة احربت الجميع، انطلقت الى مقدمة الشوط. هذه حربة تعود ملكية لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ولكن هنا التغيير من الشاهينية، شواهين غيرت، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. مهابة عادت واستعادت حقوق المنهوبة، وهذه عوايد مهابة وعوايد هذا الشعار للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وهنا محبة حي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي واصل بكل قوة، ولكن مهابة الأقرب إلى الناموس 200 وعوايدها دائما تحطم التوقيت في هذا الميدان. صاحبة مجسم بطولة الوثب الأولى هذه مهابة، صاحبة المجسم اليوم تحصل على الناموس وتسجل اسمها بأحرم من ذهب. وسلام يا مرغم سلام، ألو مرغم ألو، أسعد الله مساكم يا أهل مرغم. المركز الثاني وصلت فيه محبة لحي بن خلفان الهاملي، المركز الثالث وصلت فيه نوف لصقر بن فالح بن سوقان البقمي، والمركز الرابع وصلت في حربة لحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الخامس وصلت فيه شواهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وهذه مهابة راعية الناموس وراعية المركز الأول، حيث أن قطعت المسافة 9 دقائق 18 ثانية 3 أجزاء من الثاني. تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وسلاماتنا اتجهت إلى مرغم. المركز الثاني وصلت فيه محبة، حيث أن قطعت المسافة 9 دقائق 19 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لمالك محبة حي بن خلفان الهاملي اللي خذت المركز الثالث نوف، قطعت المسافة 9 دقائق 19 ثانية 7 أجزاء من الثاني. تهانينا لمالك نوف صقر بن فالح بن سوقان البقمي، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيف بن عمير. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينطلق على البركة والتوفيق هذا الشوط الخامس في مجموع مساء هذا اليوم الجميل في هذه المسيرة، في هذه الانطلاقة الرائعة. رأينا الرموز